أعلن نادي الحزم السعودي في ساعات متأخرة من مساء يوم أمس الخميس تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب عبد الإله الحفيظي قادما من الرجاء الرياضي. وقدم النادي السعودي لاعبه الجديد عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعبارة: الدولي المغربي عبد الإله حفيظي عزماويا قادما من نادي الرجاء الرياضي. ونشر الفريق السعودي صورة للحفيظي بقميص الحزم قبل أن تعود لنشر شريط فيديو لأبرز أهداف وتمريرات الحاسمة رفقة النسور. هذا ومن المنتظر أن تستعيش خزينة الرجاء بمبلغ 700 مليون سنتيم، وهي قيمة انتقال الحفيظي إلى نادي الحزم السعودي، بالإضافة إلى تنازله على مبلغ 180 مليون سنتيم قيمة مستحقاته المادية العالقة في ذمة النادي الأخضر. وحمل اللاعب المذكور قميص الرجاء الرياضي لمدة 10 سنوات، توج خلالها مع الفريق بلقبين للبطولة الاحترافية، ولقبين لكأس العرش، ولقبين لكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى كأس محمد السادس للأندية للأبطال.